وبشأن الخلاف المستمر بين أربيل وبغداد على تقاسم النفط، ينضم إلينا عبر الهاتف الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدلمي. بداية دكتور هلال، مرحبا بك. اتهمت وزارة النفط في بغداد السلطات في كردستان العراق بارتكاب مخالفات دستورية في إبرام العقود النفطية مع المقاولين والشركات. إلى أي مدى ترى أن هذه الاتهامات تندرج تحت بند المناكفات بين بغداد وأربيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. أولا، المخالفات الدستورية هي خصت كل الذين أتوا مع المحتل الأمريكي ابتداء. وزارة النفط عليها بشكل عام عليها مخالفات كثيرة، حلال عليهم حرام على غيرهم. هذا لا يعني أنه نحن مع هذا الطرف أو ضد هذا الطرف، لكن نتكلم بواقع الحال الذي يحكم العراق خلال الفترة الماضية. بكل تأكيد كل هذه الاتهامات تأتي ضمن التصفيات السياسية ما بين الأطراف المتنازعة على سرقة أموال العراق من الطرفين. فبالتالي نعم، هناك تجاوز من الحكومة الأقليم، ولكن هل هذا التجاوز مسموح به عند الآخرين عندما أبرموا عقودا من المشابهة مع شركات أجنبية السيطرة على نفط العراق وامتلاكات العراق؟ وهذا الكلام مثبت في وزارة النفط ومثبت في كل الأمور الأخرى التي تخص هذا الجانب. فبكل تأكيد هي هذه التصفيات السياسية تقع ضمن تأثير الأحزاب والمتصارعين على هذا المآل الذي وصل إليه العراق. طيب دكتور، بعد فصل المحكمة الاتحادية في أزمة النفط بين بغداد وأربيل، لماذا يزداد التوتر من وقت لآخر حول النفط وعقوده؟ هذه ليست المرة الأولى ولا الثانية، في كل مرة يزداد هذا التوتر. لو كانت حكومة إقليم كردستان تعرف بأن حكومة العراق جادة في تطبيق القانون والامتيازات بكل مرة، وتكون جادة في تطبيق ما يلزمه الدستور وحصة الإقليم منذ البداية، تعرف أن هذا سوف يندرج ضمن التصفيات والتفاهمات على أمور خارج حدود الدستور وخارج حدود القانون. فبالتالي هي تعرف نوايا هذه الحكومة وهي جزء من هذه العملية السياسية. فبالتالي معرفة النوايا قد يدفع حكومة إقليم كردستان إلى التصرف بهذا الشكل. ولكن دكتور، يعني العقود المبرمة تمنح المقاول حصة من النفط المستخرج بالإضافة إلى حرية التصرف بحصته، يعني هو يعني يتصرف بحرية بما يتاح له من حصة وفق ضوابط وفق عقود. طيب إذا كانت تلك العقود مخالفة بحسب بغداد، لماذا يتم تمريرها دائما رغم وجود حصص منصوص عليها بين أربيل وبغداد؟ هذا هو السر الذي يعرفه الجميع، انهم يختلفون على عندما تختلف المصالح ويتفقون عندما تتفق المصالح. كل هذه العقود والشركات التي تتعاقد مع وزارة النفط هي مخالفة للدستور العراقي ومخالفة لشروط المنح الإجازات او الاستثمار. كيف يكون للمستثمر حصة من النفط وحصة من وهو الذي يسيطر على الإنتاج وهو الذي يحدد وهو الذي يحدد القيمة ويبيع وكأنه هو المالك؟ هذا هو الخلل الكبير في كل عقود النفط، سواء كان بالحكومة العراقية المركزية أو في إقليم كردستان. ولكن إقليم كردستان حقيقة يتصرف بهذا الموقف حسب الضغط السياسي الذي يمتلكه على حكومة بغداد، وهم لا يستطيعون أن يفعلون شيئا. نحن هذا الكلام يتكرر كل سنة وكل فترة، كلما أرادوا أن يضغطون باتجاه هناك خلاف على قضايا أخرى سياسية في بين إقليم كردستان وما بين الحكومة المركزية تظهر هذه الاتهامات. ولكن طيب دون حل. نعم دكتور، بحسب وزارة النفط في بغداد، يعني من المفترض أن تسدد شركات النفط حصة بغداد من النفط المستخرج وليس العكس بطبيعة الحال. ألا ترى أن بند السيادة والسيطرة يعني هنا منتفيان في مثل هكذا بنود؟ وبالأساس أين السيادة في أن تعطي أموال العراق لشركات أجنبية بعقود إذعان واضحة جدا؟ لا تمتلك الوزارة ولا تمتلك الدولة العراقية أي سلطة على هذه الشركات. هي تعين من تشاء وتأتي بالعمالة الأجنبية، وكل الكوادر الفنية العراقية أخرجت من الخدمة
وبدأت الأمور تسير باتجاهات مختلفة، وكل الشركات اللي عاملة في العراق تعمل بنفس الاتجاه. إذا ما هو الهدف من هذا العمل الآن؟ هو ليس الهدف منه مصلحة وطنية أو اقتصادية، لأنه تبديد ثروات العراق في أول ما بدأت وزارة النفط العراقية، وبدأت الحكومات المتعاقبة على العراق منذ 2003 ولحد الآن في كل المجالات. طيب. وخاصة في مجال النفط، ماذا كسب العراق من الثروات؟ طيب، هنا عندما نتحدث دائما عن النفط، يعني العراق بلد نفطي وغني بالنفط، هذه الخلافات ترى كيف ستنعكس على المواطن العراقي؟ خلافات اللصوص بكل تأكيد تنعكس على المواطن بالفقر والفاقة وزيادة نسبة البطالة اللي وصلت إلى حد 60-70% في كثير من القطاعات، الإهمال المنتج الوطني، لازمنا بعد 20 سنة نستورد المنتجات الأساسية التي كان العراق يصدرها من الخارج، لا ماء ولا كهرباء ولا منتجات نفطية، لازمنا نستورد هذه الأمور، رغم أنه هذه أمور مخجلة بحق وزارة النفط العراقية. لكن الأمر الأهم من هذا كله، ماذا حصل المواطن من كل هذه الإجراءات؟ هو من زيادة الأسعار أو نقصانها أو تبديد الثروات هنا وهناك، لأنه بالنتيجة القائمين على العمل السياسي والعملية الاقتصادية بالعراقية مقاسمة خصم. وزارة النفط حصلت، يتقاتلون عليها في مجلس النواب، من حصة من ستكون، لأنها هي الخصة الأكبر بالنهب والسلب وسرقة المال العام. من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لك.